بس خلينا يا دكتور على ارض الواقع. اه الحقيقه الكل بيقول ان احنا بيجي الاسبوع الثالث وبعد كده ما بنبقاش عارفين نكمل الشهر، الميزانيه بتخرم على الاسبوع الثالث، فعايزين برضو نبقى نازلين معاهم لارض الواقع ونشدهم معانا على فكره التدوين وان احنا نبتدي نعمل الميزانيه مظبوطه. طيب احنا دلوقتي ننصحهم بايه؟ فكره ان انا عشان اكمل الميزانيه لاخر الشهر، هل مثلا يقسموا الفلوس على الاسبوع ما يبقاش كل اسبوع عندي مبلغ معين، ولا نعمل ايه علشان الميزانيه ما تجيش في الاسبوع الثالث وتخرم؟ بص يا فندم، قولا واحدا لازم اهتم احط الاولويات. اول حاجه اولويات دي لازم احطها تكون قدام عيني على طول، ما اجيش جنب منها خالص. تمام. اولويات لو انا حطيتها وجبت متوسط الثلاث شهور اللي فات، ده من ارض الواقع. تمام كده. من متوسط الثلاث شهور اللي فاتوا بحط ايه هي البنود الثابته اللي انا بصرفها كل شهر. تمام. خلاص كده. طيب في حاجات منتميه للرفاهيات اجلها اعملها مؤجلات، في حاجات مش اساسيه اعملها مؤجلات، في حاجات بتستهلك مني فلوس بشكل مش ارجنت، مش ما يعني مش ضروري، مش ضروري جدا. اعملها مؤجلات، اثبت الاول الحاجات اللي احتياجات الالتزامات الاساسيه بتاعتي بتاعت الشهر. نقول للناس ايه؟ خليني انا اتكلم بلسانهم. اللي بيقولوا طب احنا كده مش هنعيش، نعمل ايه؟ لا او نوجه لهم ايه؟ ما هو لا ده انا بقى انا عايز اقول حاجه، ما هو احنا لسه كنا في اول الحلقه واحنا بنقول ايه؟ دوام الحال من المحال، هي الفتره مؤقته. اوكي فترة دي ممكن تكون من 3، ممكن تكون 4، ممكن تكون 6 شهور، ممكن تمتد شوية لسنة. السنة دي على فكرة دي أقل مدة أو أطول، يعني بمتوسط فترات المدد بتاعت التضخم اللي هي ممكن يتعالج فيها الكلام ده. أنا يعني عايز أقول يعني دي بشرة. طبعًا. طبعًا. الماكسيمم بتاعنا مدة سنة، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله على مخرجة انتهاء 2025 ما لم تتبدل الأقدار، وما لم تتدخل احداث اخرى، وما لم تدخل اي مستجدات اخرى، وما لم وما لم وما لم، لو الوضع مشي على المتوسط اللي احنا ماشيين عليه، انا اتوقع ان شاء الله باذن الله على منتصف 25 او بعد او 7-25 الدنيا هتكون نسبيا تكون مستقره. ولكن ارجع تاني للجزء اللي حضرتك قلتيه، النهارده لو ست البيت خدت متوسطات الشهور واستبعدت اللي هي ايه الحاجات اللي ملهاش اي لازمه خالص، وابدا التزم ان انا يبقى معايا بنود صرف ثابته ومستقره الى ان يحدث فايض في الميزانيه، ابدا اوسع على نفسي. أوكي. طيب هل عندك دليل علمي في حاجه زي كده؟ هل في حاجه عمليه اتعملت؟ والله ده انا من عندي انا حضرتك من الناس اللي عاملين بيطلعوا 10 جنيه كل يوم 10 جنيه ده مهم قوي، بيحطيها حضرتك في حصاله حته ازازه ميه، بتفتح الغطاء بتاع الازازه بتحط 10 جنيه، 10 في 30 ب 300، تروح جايبه 10 سيدات معاها تروح مداخله بيهم جمعيه، بقى معاها كده حضرتك 3000 جنيه، 3000 جنيه دي حطها كده لاي حاجه، انا بتكلم في 10 جنيه، لكن تمام. في سيدات شاطره اللي بيقول عليها الست القرومه، تمام؟ أيوه. بتحط بقى ايه؟ بتحط 25، بتحط وتعرف توفر، الست المصريه شاطره جدا جدا. ففي ناس بتدبقني وانا بقول اهو، ومجتمع الحصاله اللي بيتابعنا طبعا في اللي اشترى مكنه خياطه، وفي اللي خدها يطلع بيها مصيف، وفي اللي طلع عمل عمره، تمام؟ الكلام ده انا اتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى، وكان الناس اللي بتتابعنا عارفه.